السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوة المشتركين معي في القناة، جزاكم الله عني كل خير على التعليقات ديالكم الرائعة والإيجابية، وكذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة. إذا كنت ما مشترك في القناة نرجو اشتراك في القناة وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اليوم إن شاء الله مع درس جديد فيما يخص les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. اللغة العربية صفات الملكية. يعني عندما أريد أن أقول أن هذا الشيء لي أو هذا الشيء له أو لك، كنستعمل les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. واحد الحاجة ديالي ولا واحد الحاجة الغير ولا واحد الحاجة ديالك، كنستعمل les adjectifs possessifs باش كنمونطري بأن هذه الحاجة ديالي ولا ديالك ولا ديال اي شيء شخص اخر. بالنسبه لي برونون بيرسونيل لي داك الحاجه كتنتمي ليهم ولا فلا بوسيسيون ديالهم ملكيه ديالهم، كاين جو معناه انا، تي انت، ايل هو، ال هي، نو نحن، فو انتم او انتن، ايل افيك اس هم، وايل وال افيك اس هن هن. سيبون. الو الا بغيت نقول شي حاجه ديالي، واحد الشيء ديالي، الو انا كنستعمل ان ادجكتيف بوسيسيف. سيبون. كيتستعمل ثلاثه ديال الطرق، سواء جوتيليز مون، تبعوا لها ديالكم لان هذا الشيء مهم بزاف، مون شي حاجه ديالي مون، ولا كنستعملها ما، ولا كنستعملها مي. مون كنستعملها فاش كيكون الاسم مفرد مذكر ماسكولين سانغولييه، ما فاش كيكون داك الحاجه فيمينان سانغولييه مفرد مؤنث، مي فاش كيكون الجمع. وغنعطيو امثله ان شاء الله. تي شي حاجه ديالك، الوغ جو دو يوتيليزي لادجيكتيف بوسيسيف طون، تا في فيمينان سانغولييه، اي تي في لو بلوريال. طون الا كانت هذيك الحاجه مفرد مذكر، طون الا كانت مفرد مؤنث، تي الا كان جمع. إيل و آل كنستعملو سون شي حاجة ديالو، سي بون شي حاجة ديالو، سون سا شي حاجة مؤنثة، ولا سي. جيسبيغ كو سي كلار. بالنسبة نو كنستعملو غير جوج، صافي دير يا إما تكون مفرد، يا إما هاد الحاجة ديالنا مفرد، يا إما جمع. وغنشرحوا هادشي في الامثله وغتوضح لكم مزيان. دونك نو شي حاجه ديالنا، شي حاجه ديالنا وكتكون مفرد كنستعملو نوتر، شي حاجه ديالنا وهي جمع كنستعملو نو. فو شي نفس الشيء كانو، ها شي حاجه ديالكم وهي مفرد سواء كانت مؤنث او مذكر ما كيهمنيش. سي بون كنستعمل فوتر. شي حاجة ديالكم وهي جمع كنستعملو فو، مكنقراوش هاد اس. شي حاجة ديالهم ها في المفرد كنستعمل لوغ سون اس، و إلا كانت جمع كنستعملو لوغ افيك اس. سي بون. هادو خصكم تحفظو مع إخواني أخواتي، خصهم يتحفظو. جو مون ما مي طون تي طون تا تي إيل و إل سون سا سي نو نوتر إلا كانت ماسكولان سانغولييه، نو إلا كان بلوريال. نوتر فوتر سي لا ميم شوز، فو سي لا ميم شوز سولمون بور لو بلوريال، إيل لور أو بيان لور. غنعطيو أمثلة باش توضح مزيان. دونك جو في دير باغ إكزومبل، مثلا j'ai 4 tables et par exemple cahier. عندي محفظتي ديالي، محفظتي. alors je dois faire attention. كنشوف هذا لو نو
On dit le cartable. Le cartable. Donc, c'est un nom masculin singulier. Qu'est-ce que je vais utiliser? Mon. C'est bon. Mon cartable. J'ai mon cartable et cahier à jamais. S. Wadafatiri. Wadafatiri. Donc, je vais utiliser mes. Et mes cahiers. ناخذ ان اوتر اكزامبل ديال ان نو فيمينا شي حاجه ملكك ويا فيمينا باغ اكزامبل شيميز 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 الو جي دي جي لا شيميز دونك جي ما شيميز ما شيميز جيسبر كو سي كلير دونك دائما كنشوف لو نون اللي من بعد إذا كان شي حاجة كنملكها إذا كان داك لو نون اللي من بعد ماسكولين سانغولي مفرد مذكر كنستعملو مو ما فيمينا سانغولي مي لو بلوريال دابا غادي نشوفو تو باغ اكزومبل جو دي تو يا باغ اكزومبل تو يا ميزون Et frère. Maison, frère. Et sœur. Et sœur. C'est clair? Alors ici, tu as la maison. La maison. C'est un nom féminin singulier. Donc, je vais dire ta maison. Tu as ta maison. Le frère, l'ach. Désolé. Le frère, l'ach, donc ton frère. La sœur, l'ort, donc ta sœur. Féminin singulier. J'espère que c'est clair. C'est clair? Alors on passe à il ou bien elle. Il ou elle, ça s'appelle un nom propre, un sujet. C'est bon? Par exemple, Ahmed. Ahmed. Mathalan, M, yuhibbu. احمد ام بغيت نقول مثلا بير مير اي فرير الو هنايا احمد ام احمد هو ايل دونك غادي نشوف الا كان سي طانو ماسكولين سابيلي غنعوضو بالصو فيمينا سابيلي سا بلوريال سي دونك ام le père donc aime son père il aime son père la mère féminin singulier donc sa mère et frère pluriel alors je dis et ses frères Ahmed yuhibbu abouhu hu abouhu son frère son père ummahu hu sa mère féminin singulier et ikhwani ses frères j'espère que c'est clair ikhwani akhawati nakhdou l'an nous par exemple nous avons par exemple on va mettre tiens ici nous avons bret nqol kitabana kitab yani kitab wahed كتاب واحد livre et stylo alors عندنا كتابنا كتاب يعني مفرد مفرد donc je vais utiliser notre on doit faire attention هنايا notre لأن ماشي pluriel notre livre et stylo وأقلامنا ها وأقلامنا يعني الجمع اس دونك جو دوا اتيليزي نو سي بون بغيت نقول مثلا باش توضح الأمور نو زيمو نحب آباءنا دونك الجمع نو بارون نو بارون نتمنى انك تكون الامور توضحات نكملوا الشرح بالنسبه لفو اي الى بك اس
ناخذوا ان اوتر اكزامبل، ناخذوا بالنسبه لفو. مثلا بغيت نقول فو انتم تلعبون افيك مع اصدقائكم اي فو جوا افيك بير، فو جوا افيك لي زامي اي لي بير. كما كتلاحظ دونك هنايا فو جوا افيك لي زامي اصدقائكم، اصدقائكم كاينه اس دونك فو لو بلوريال اي ابوك ها ابوكم، ابوكم يعني واحد دونك اي فوتر بير، اي فوتر بير. سي بون سي كلير. الوغ اون باس على لا دانيير فراز بالنسبه الايل افيك اس او بيان ال افيك اس ان اكزامبل باغ اكزامبل فو بارلي تتحدثون افيك افيك امي اي واختكم. كما كتلاحظوا هنا لو بلوريال دونك تتحدثون مع اصدقائكم اس دونك كيسكو جو ايتيليزي فو اي سور وحده دونك فوتر فوتر سي ان دوزيام اكزامبل بور بيان كومبروندر. بالنسبه لايل و ال افيك اس اون فا بروندر ان اكزامبل باغ اكزامبل سعيد اي فاطمة أون عندهم أون باغ اكزامبل فاطمة سعيدة نكتبو سعيدة اي فاطمة أون اي شميز باغ اكزامبل عندهم روب روب وحدة اي شميز لو بلوريال دونك روب leur sans s et chemise avec s puisque c'est le pluriel chemise voilà comme ça now. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Ce qu'il faut retenir c'est comme ça vous le tableau s'il vous plaît vous devez les apprendre et après vous prenez chaque diali qu'elle chauffe le nom lequel j'ai moraha et le cas non masculin singulier qu'un pour le mot mon tableau. سي بون إذا كان نو فيمينان سانكلي كنستعمل ما ما ميزون، إذا كان بلوريال كنستعمل مي. شي حاجة ديالك أنت كنستعمل طون ماسكولان سانكلي تا فيمينان سانكلي تي لو بلوريال. إيل و إل كنستعملو سون ماسكولان سانكلي سا فيمينان سانكلي سي لو بلوريال. إيسي فنو فو و إيل أفيك إس و إل أفيك إس ما كنتبعوش لو فيمينان إلو ماسكولان، كنشوفو غير المفرد و الجمع. دونك نو كنستعملو ناطخ إلا كان مفرد أو بيان نو إلا كان داك الحاجة جمع، فو كنستعملو فاطخ إلا كان مفرد، فو إلا كان جمع، لوغ كنستعملو إلا كان مفرد، إي لوغ أفيك إس إلا كان جمع. نتمنى أنكم تكونوا فهمتيو هاد الدرس هذا مزيان لأنه مهم بزاف أو نيفو دلا كومونيكاسيون إي أوسي أو نيفو دليكريتيغ دلا لونغ فرونسيز. غادي نعطيكم دابا أمثلة ولا أن إكزارسيس أفاغ في لي كومونتير وغادي نصح عليكم ان شاء الله. اكسب اي اكري يكتبوا درسوا وزالي تيرميني افيك ان ادجكتيف بوسيسيف نو نو زاشتون ميزون نشتري منزل منزلنا Vous avez oiseau. عندكم عصافير. لعصافيركم. C'est bon. Ali révise. يراجع.
يراجع لا بارل يتكلم دو قصته histoire. C'est bon, alors terminez cette phrase avec les adjectifs possessifs qui conviennent. وكنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم الفيديو الى النهايه. هذا دليل على الاهتمام ديالكم باللغه الفرنسيه. تبارك الله عليكم، والى لقاء اخر في فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.